سنفتح الباب، من يريد ان يتفضل فيتفضل. من يريد ان يتفضل فمرحبا. يوسف ممتاز السيما وسلسل دائرة. يوسف صديق الذي يجانبه. دعوا فراغا في امر دعوا فراغا صغيرا هنا فراغا السد مرح لقد فاز الفرح. بهذا الشكل نكون قد انهينا عملنا هذا اليوم. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. نسأله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. درسنا اليوم مهارات التواصل ودرسنا التطبيق. أي عبارة عن ماذا؟ عقلاني. بي تنظيمي. سي عاطفي. دي إبداعي. والشخص المتميز عندنا هنا الذي سوف يكون مشهورا دائما في غاريسا هو الواسط دي عباس. ثم درسنا بعد ذلك فن التحفيز وأعطينا مجموعة من المهارات تساعدنا على التحفيز. كان نقاشكم جميلا متميزا. أراكم على القمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي غدا إن شاء الله. إذن على بركة الله نبدأ الحصة الأولى وهي حل المشكلات. عفوا مداخلتي بسيطة. قياس هرمان على الإنسان عقلاني تنظيمي عاطفي إبداعي. نعم هذا وصل بالتجربة وبالتطبع والتحقيق. لكن عقلاني هذه الكلمة على الإصطلاح الموجود إنما يفهم ميت على عقله، يدين على عقله، يقدم عقله على كل شيء إسلاما كان أو غير إسلام، وبالاختصار الذي يعبد عقله، ما وافق عقله فهو صح وما خالف عقله فهو خطأ. وبهذا كيف نفرق بينهما؟ لأن عقلاني كل ذهن يتبادر إلى الذي يعبد عقله إيجابا أو سلبا. هذا هو الاصطلاح الموجود في هذا. نعم فهمت كلامك، لكن بالمثل إن قلنا هذا عقل هل يعبد عاطفته؟ هل يتبع هواه في هو ديني؟ ورغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما شئت به. إذن مدار كلامنا حول أنه عاطفي وتنفيذي وإبداعي وعقلاني فيما هو دنيوي. مثلا الإبداعي هو الذي يأتي دائما بالجديد. هل الإبداع معناه أنه مبتدع ويدخل البدعة في الدين؟ فهمتموني؟ فحينما نقولها حينما نصف هذه النفسية هذه الطرق في التفكير هي طرق في التفكير في الأمور الدنيوية. أما الأمور الأخروية والدينية فعندها توقف. فهمت؟ نتوقف
عندما قاله الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. توقف عند النصوص. في الأمور الدنيوية فنجتهد، هذا هو المعنى. شكرا. مرحبا. واضحة الفكرة؟ مرحبا. دنيوية. لا. لا العبادة لا دخل لها في هذا. هي أمور إدارية تنظيمية فقط. فقط. ربما هؤلاء حينما يقومون بالتحليل ليس في مخيلة قضية المعتقدات. يعني ربما تكون هناك أخطاء من خلال ذلك. نعم. فنحن المسلمين مأمورون بأن نميز ما هو صحيح. أن نميز وأن نمحص ولكن جميل هذا النوع من التفكير. أن نمحص الأمور بشكل جيد جدا. حل المشكلات وما أدراك ما حل المشكلات. حينما يقع مشكل في المدرسة، حينما يقع مشكل في المدرسة، من المخطئ؟ حينما يقع مشكل في المدرسة، مثلا الأستاذ معلم، يوسف مدير، الأستاذ نائب المدير، الأستاذ رئيس الرابطة، الأستاذ رئيس مدري إيش أو مفتش أو مؤطر أو مكون، طفل أو أستاذ أخطأ خطأ جسيما، من المسؤول هنا؟ من المخطئ؟ ليس المسؤول، ليس المسؤول، من المخطئ؟ الأستاذ أو الطفل. المدير هو المسؤول والمدير هو المخطئ. فهمتم؟ سأشرح كيف. لأن جميع المشاكل التي تحدث المدير هو المخطئ. أعطيكم في المغرب هذه 3 سنوات تقريبا كانت هناك زيارة ملكية، ملك المغرب زار أحد الملاعب الكبرى، ملعب لكرة القدم في الدار البيضاء، فوجد أن الملعب حالته سيئة جدا. هل سيحاسب مدير الملعب أم موظف بالملعب أم الوزير؟ فحاسب الوزير، ولكن الوزير لديه ملاعب كثيرة ومشاغل كثيرة، كيف سوف ينتبه لملعب واحد في مدينة الدار البيضاء؟ منطقيا غير مقبولة، لكن من وجهة نظر أخرى مقبولة، لأنك أنت كوزير نعطيك أجرا كبيرا لكي تقوم بعملك، وعملك يقتضي أن تستخدم عقلك بشكل كبير جدا، وعملك يقتضي أن تكون لديك الآليات والوسائل حتى تتابع ذلك المدير ولو لم تره يوما في حياتك. هنا يجب أن تكون لديك عملية إبداعية، هذه مهمتك. لا تسألني كيف، لديك جميع الوسائل، أموال، بشر، موظفون، إذن عليك أن تبحث عن الطريقة التي تجعل الجميع يطبق كلامك دون أن يروك. فهمتم؟ إذن إن كنت شخصا عاديا لماذا نوظفك في ذلك المكان؟ أنت شخص غير عادي، ابحث عن حلول غير عادية. نعم، لكن مجازا نقول مجازا أن المدير هو المخطئ. لماذا؟ لأن المدير لو كان مديرا متميزا لعرف الآليات والوسائل التي تجعل الأستاذ لا يخطئ. فهمتم العملية؟ ستقولون هذا الأمر صعب. كان علي أن يضع الاحتياطات. تحياتي منذ البداية. إذن
ملف المشاكل وأسباب المشاكل كلها تأتي قبل تكون قبل أن تأتي المشاكل. بمعنى آخر نوضح، من الذي يقبل الموظفين؟ المدير. إذا المدير أنت قبلت هذا الموظف على علاته، لم تقم بمقابلة، لم تضع مناسب، لم تقم بإجراء دورات تكوينية حتى ترفع من مستواه، لم تقم بمتابعته متابعة جيدة حتى تعرف الثغرات والحاجيات وتغطيها فيما بعد. فهمتموني؟ إذا المدير هو إنسان عادي، اكتبوها، المدير إنسان عادي جدا، المدير هو إنسان عادي، لستم سوبرمان أو شيء من القبيل. المدير إنسان عادي لكنه يتطلع، تعرفون معنى يتطلع؟ يقوم يتطلع أو يتحمل، يتطلع بمهمة كيف هي؟ غير عادية. المدير إنسان عادي يتطلع بمهمة غير عادية، وشرف لكم أن تكونوا مدراء. أهم ما يمكن أن تستخدموه هو الذكاء، هو الإبداع، البحث عن الجديد، هذا أولا. هذا الكلام لا يعرفه الناس، لكن أنا أقول لك ما لا يعرفه الناس. الناس سيقولون الأستاذ أخطأ، إذا الأستاذ غير كفو الناس، لكن أنت ستقول في نفسك الخطأ ليس خطأ الأستاذ، هو خطأي في نفسك، لا تقول للآخرين، لأنه هو مجازا. إن أخطأ هو، أنا الذي لم أقم بتكوينه. مثال، ابني قام بسلوك غير جميل، من المخطئ، ابني أم أنا؟ أنا الذي لم تكن لدي الآلية والوسائل كيف أعيد تربيته تربية جيدة. فهمتم المعنى؟ بهذا الشكل. لكن في الحقيقة، في الحقيقة المخطئ هو الأستاذ. هذه صعوبة كبيرة، سوف يخبط خط عشواء، سوف يتعب كثيرا، سوف يقلق يغضب، لكن النصيحة هي التكوين، لا يوجد أي حل آخر إلا أنه يجب أن يخضع لدورات تكوينية محددة ومدققة توضح هذه الأمور. مثل هذه الدورة ليس هناك حل، الحل هو التكوين، أن يخضع لتكوين. ثم ممكن أن تمرروا أنتم هذه التجربة مع الأقران والأصدقاء، ونصائح في كل مرة نصيحة أو توجيه إلى غير ذلك، لكن الأحسن والأصلح والأجمل هو خضوع لدورة تكوينية قوامها كذا أيام والاستفادة بشكل أكبر. لكن إذا كان المدير غير مكون فيصعب عليه بشكل كبير جدا، سوف يتعب، سوف يتعب. ستكون هناك مشاكل كثيرة جدا، لأنه ليس ذي التكوين، لن يختار جيدا، لن يوظف جيدا، لن يتابع جيدا، لن يخطط جيدا، جميع مشاكل الدنيا ستكون عنده في تلك المؤسسة. ضروري من
يجب على المسؤولين في الرابطة أن يختاروا بعناية المدراء، هذا موضوع إداري متعلق بهم وهكذا. واضحة الفكرة؟ مرحبا. إذن كالعادة لغز اليوم، يقال أن الكثير من الأشياء، يقال أن الكثير من الأشياء معدية أي تصيب بالعدوى، معدية. يقال أن الكثير من الأشياء معدية، فتجنب بمعنى ابتعد، فتجنب التعيس. من هو التعيس؟ البائس الحزين، دائما مكتئب ومكفهر وغضبان وقلق، أتجنبه. فتجنب التعيس وسيء الحظ، الذي حظه سيء وسيء الحظ. ما رأيكم وما رأيكن؟ نعم، غير واضحة، ما في مشاكل، واضحة. إذن ما رأيك؟ إن كانت واضحة اعطني رأيك. نعم، الأشياء معدية، فعليك أنت كمدير ألا تصيبك العدوى، فعليك أن تبتعد عن سيء الحظ وعن التعيس. هل إن كنت صديقا لشخص تعيس هل سأصبح كذلك تعيسا أم لا؟ فهمتم كلام الأستاذ؟ عين العقل وجوابه صحيح وبارك الله فيك. فعلا هناك حيلة تيج، فالعدوى موجودة، فالمدير دائما يشتغل مع أناس كثر، لكنه إذا صادق التعساء والكئيبين سوف يتبرمج ويصبح كذلك كئيبا وتعيسا. مثل الطبيب النفساني حينما يأتي إليه الناس، هل يسردون له القصص المفرحة أم السيئة؟ سيئة، فهو سيصاب بالعدوى، سيصبح كئيبا لأنه يمتلئ. فماذا يفعل؟ في نهاية الأسبوع يذهب في سفر إلى غير ذلك. لذلك نحن نتساءل لماذا الطبيب النفساني يتقاضى أجرا عاليا؟ لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أموال كي يسافر ويخرج، لأنه بدون ذلك سوف يصاب بالعدوى. هذه الورقة فيها أسماءكم إن شاء الله، فنريد كل واحد يصح اسمه، إذا كان صحيح فلا يمسه، إذا كان فيه نوع خطأ فليصحح حتى نكتب الشهادة على حسب ما هو مكتوب هنا. جزاكم الله خير. واضح وليس واضح؟ فإن شاء الله الورقة تدور عندكم، كل واحد ينظر إلى اسمه، إذا كان فيه مخالفة
في مكان يعد للتصحيح. إذن يجب أن نتجنب الأشياء السلبية حتى لا نصاب بالعدوى، لكن بالمقابل هؤلاء التعساء من لهم؟ من سيساعدهم؟ هنا نقول إن كنت لديك القوة كي تساعدهم فخالطهم، لكن إذا كنت ضعيفا ليس لديك تكوين ابتعد، فستأتيك كلمات سلبية تقول لك ماذا تحتاج إلى التكوين، دع الأمور كما هي، المشاكل ضروري أن تكون، فتتأثر وتبقى المدرسة على حالها. إن كنت قويا خالط الناس، إن كنت ضعيفا خالط فقط الإيجابيين. هنا أعطيكم لغزا لكن أريد متطوع. تخافون، هناك هدية، أريد المتطوع. متطوعة تفضلي، أنا أنظر الشجاعة عند النساء. تفضلي يا أستاذ. تفضلي هنا، سأسألك سؤالا وتجيبين، سأساعدك إن شاء الله. لدينا حبة بطاطس، تعرفين البطاطس؟ تكون كيف تكون حبة البطاطس؟ صلبة أم رخوة؟ صلبة. وضعناها في ماء مغلي، كيف ستصبح؟ هي لا تطبخ، ربما أنها لا تطبخ، فستكون رطبة. جميل، نكمل. الآن أخذنا حبة قهوة، حبة كاملة. كيف تكون، صلبة أم رخوة؟ صلبة. لا تجيبوا الآن، وضعوها في الماء، هل تصبح رخوة أم تبقى صلبة؟ تبقى صلبة. نعم، في الفكرة الأولى البطاطس، من أثر البطاطس أم الماء؟ من أثر في الآخر؟ الماء. دعها هي. الآن أخذنا بيضة، كيف تكون البيضة؟ رخوة أم صلبة؟ رخوة. وضعناها في ماء مغلي، كيف ستصبح؟ صلبة. من أثر في الآخر؟ الماء أثر في البيض. الآن قلنا حبة قهوة ستبقى صلبة، الماء هل يبقى لونه كما هو؟ سوف يصبح بني لأنه سيأخذ لون القهوة. من الذي أثر في الآخر، القهوة أم الماء؟ القهوة أثرت. جميل، إذن ما الذي يجب علينا أن نكونه؟ ماء أم بطاطس أم قهوة أم بيض؟ قهوة. بمعنى يجب أن نؤثر ولا نتأثر، أن نؤثر في الآخرين بشكل إيجابي وأن لا نتأثر بشكل سلبي، نتأثر فقط بشكل إيجابي. تحياتي، سأعطيك هديتك الآن. شكرا. هذا كتاب اسمه الخطوات السبع للانطلاق نحو القمة. القمة في ماذا؟ في النجاح والتميز إلى غير ذلك. تحياتي، مرحبا. إذن هذا كل ما يتعلق بلغز اليوم، معناه وطنوا أنفسكم، أن توطن نفسك، أن تعرف من أنت وماذا تفعل، لا تتأثر بالشائعات والتهويل والتضخيم للمشاكل، ولا تتأثر كذلك بتدخيسها وجعلها عادية، ستكون وسطا ذكيا فطنا، لا تتأثر بالمثبطين والفاشلين ولكن تؤثر فيهم وتكون قائدا عليهم، وتتأثر بالمتميزين وتستفيد منهم، أليس كذلك؟ مرحبا. حكمة اليوم،
كذلك هي لها علاقة بمداخلة اليوم. تقول: تفكير المدير، لاحظوا ماذا نفعل اليوم؟ أغلب المشاكل قلنا مصدرها من؟ مدير في البداية. وأهم ما أهم عضو عند المدير يشتغل به ما هو؟ دماغه. وأغلب النجاحات والتميز والتفوق ينطلق من طريقة المدير في التفكير. حينما يكون تفكيرك منظما، يكون سلوكك منظما، تكون المؤسسة منظمة. إذن حكمة اليوم: تفكير المدير يكون سابقا لخطواته، خطواته يعني أعماله وحركاته إلى ذلك، سابقا لخطواته بكثير. معناها أن المدير لا يقدم على خطوة أو عمل معين إلا بعد تفكير طويل جدا، لأن كل قرار اتخذته سوف يكون إما وبالا عليك وعلى المؤسسة، وإما نجاحا باهرا لك وللمؤسسة. ولذلك ركزوا، فكروا جيدا، اشتغلوا في هدوء إلى غير ذلك. أعطيتكم عناوين كتب. الكتاب الأول ما عنوانه؟ أريد متطوع، متطوع، هناك هدية. عبد الله، الكتاب الأول حياة في الإدارة للدكتور غازي القصيبي. الكتاب الثاني العادات السبع للناس أكثر فعالية لستيفن كوفي. الكتاب الثالث لا يشرب حصاني لفيفيت فيفيك مهاروتا. نعم، أخذت هدية سابقا؟ لا، ستأخذها الآن إن شاء الله. مرحبا. اليوم سنعطيكم كتابا رابعا، عنوان الكتاب هو سيكولوجية الجماهير. كما قلت لكم هذه الكتب سأسلمها بصيغة PDF للأستاذ علي ويسلمها لكم إن شاء الله. سيكولوجية الجماهير أكتب، تحياتي. سيكولوجيا معناها الجانب الاجتماعي، لا ليس الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي. يعني نفسية الجماهير. الكاتب هو سيكولوجية الجماهير، أي نفسية الجماهير. الكاتب هو غوستاف لوبون، غوستاف لوبون، غوستاف لوبون. هذا عالم اجتماع ويتكلم عن نفسية الجماهير، وبالضبط يتكلم عن أن الجماهير
كيف تفكر؟ بمعنى آخر، حينما أنت كمدير تقرأ عن كيف يفكر الناس عندما يكونوا مجتمعين، آنذاك ستكون لديك الآليات على قيادتهم. فهمتموني؟ فهمتم الفكرة جيدا؟ حينما أقرأ عن نفسية الإنسان كفرد كشخص، كيف يفكر، كيف يتعامل، ما الذي يحفزه إلى غير ذلك، هذا فرد. الآن هو يقول لك كيف يفكر الناس حينما يكونون مجتمعين، وكيف يقررون، وكيف يشتغلون. إذن من الضروري أن تعرف شخصيات الناس وهم مجتمعين، وشخصيات وهم منفردين. مقياس هرمان يعطيك كيف يفكر الناس حينما يكونون لوحدهم فرادى. هذا الكتاب يعطيك كيف يفكر الناس حينما يكونون مجتمعين، كيف عليك أن تتعامل معهم، وهذا أمر رائع جدا. شكرا. إذا من يعيد لنا الكتب الأربعة؟ يوسف تعيد لنا الكتب الأربعة كلها؟ سأساعدك. حياة في الإدارة، نعم، لا يشرب حصاني، و الجماهير. شكرا. قلت سؤال مكرر لكن ما في مشكل، نعطيك هدية. وأخذت مصحفا سابقا، نعم، سنعطيك هدية مجلة. تفضل، قلم، مرحبا. الآن نمر إلى المداخلة بشكل مباشر. إذن الآن نعرف المشكلة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن أحكم على شيء يجب أن أتصوره، أن أفهمه، شكله، إلى غير ذلك. ما هي المشكلة؟ ما معنى مشكلة؟ مشكلة ببساطة معناها أنني رسمت تصورا معينا لأمر معين وخططت له، والتنفيذ جاء عكس ما خططت له. اتفقت على أن الدورة التكوينية ستكون في هذا المكان، حينما جئتم وجدتم الدورة التكوينية في فندق آخر. إذن هنا مشكلة. المشكلة هو وجود انحراف عن ما هو مخطط له. اتفقنا على أن هذا الأستاذ سيجلس هنا، فإذا بنا وجدناه هناك، إذن هنا مشكلة. والمشاكل تتفاوت حسب حجمها وكبرها وآثارها، هل هي آثار وخيمة أم آثار عادية إلى غير ذلك. إذن المشكلة هو انحراف عن ما هو مخطط له. أنهيتم؟ نعم. لكن عند الصينيين المرادف للكلمة، كلمة مشكلة، ما هو؟ فرصة، يسمونها فرصة. لماذا يسمونها فرصة؟ تحياتي. من الخطأ نتعلم الصواب، جميل. ومسيرة الإنسان ومسيرة البشرية هي مسيرة أخطاء، فأخطأ الإنسان وتعلم من أخطائه. فأنتم لديكم
المئات بالملايين من الفرص كي تتعلم وتبدع. فلذلك يجب أن لا نخاف من المشاكل وأن لا نبتعد عنها. سنقول مرحبا بالمشاكل، مرحبا بالمشاكل، على أساس دماغي منظم، تدخل المشكلة وحول المشكلة من جانب سلبي إلى جانب إيجابي، فتحولت المشكلة إلى فكرة وفكرة إبداعية ستجعلني أطور الأداء. هذا مشكل كبير. لماذا؟ لأن العالم الثالث لا يريد أن يشغل دماغه. الله عز وجل أعطانا كنز، كنز كبير جدا، وقال لنا استخدموه، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، فكر واستخدم عقلك وسوف تجد كنوز كثيرة جدا في العقول، يجب أن تخرج إلى أرض الواقع. إذن المشكلة فرصة، مرحبا بالمشاكل. لا نفعل كما تفعل النعامة، عند الخطر تدفن رأسها في الرمال. لا، علينا أن نكون كالأسد، نواجه المشكلة ونقوم بحلها بشتى الوسائل. فمثلا هذه الدورة التكوينية هي خطوة شجاعة في غريزة. عندنا مشكل، فرصة كي نقيم تكوينا ونعطي مهارات وآليات إلى غير ذلك. جميل. نعم، إحداث المشاكل هذا جنون. لا، إحداث المشاكل سوف يتعبك. دعي المشكلة تحدث لوحدها، حينما تحدث المشكلة ستحلها. تخلق أزمة، يجب أن تكون قويا جدا. حينما تنهي جميع المشاكل، أنت ذكرتني بالإمام الشافعي رحمة الله عليه، كان لديه ما يسمى بالفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي أنهم أنهوا جميع المسائل وضبطوها، فأراد أن يبدع، لم يرد أن يكرر ما تمت مدارسته. يأتي بالكتاب ويقرأ ويشرح وشرح الشرح والحاشية وهامش وهامش الهامش، فقال سوف أنهينا تلك الكتب نبدأ شيئا جديدا. فقه افتراضي يعني أمر لم يحصل ونقول أنه ممكن أن يحصل ونناقشه. شخص صلى وصلى 6 ركعات، ماذا سنفعل؟ لم تحدث أبدا، لكن افترضوها وبدأوا يناقشون ما هو علاجها فقهيا. إذا من يقوم بهذا العمل؟ هو الشخص الذي أنهى كل شيء. إذا أنهي مشاكلك الأولى أولا، ثم بعد ذلك أبدع مشاكل أخرى. إذا في إطار التدريب، في إطار التدريب، لكن هذا كما قلت يحتاج إلى أن أنت تكون مدربا وقويا والطاقم، نعم والطاقم مدرب، مثل الطباخ. أحضرت مجموعة من الناس ولا يعرفون الطبخ، قلت لهم اطبخوا لي طبخة، نحن لا نعرف، لم تعطينا شيئا، لا نعرف، لن يفرقوا بين سكين الخضر والفواكه وسكين الخبز مثلا، لن يفرقوا. فأعطيه آليات، أعطيه أدوات وسائل، ثم خلق له إشكالية لكي يحلها، هذا ما في مشكل. لحظة، المداخلة الوحيدة التي فيها نقاشات حامية الوطيس هي هذه. إذا بؤرة الإشكال هنا هي الإشكالات. نعم، الدورة من أجلها جواب عن مشاكل عجيب. لكن كما قلت لهم معظم المشاكل هي نابعة من المدير. إذا المدير يحتاج إلى تكوين حتى تحل مشاكله. إذا أنت أيضا أتيت بمشكلة جديدة. لكن
لدينا حل هنا جميل درسناه قبل أمس وسيفهمون ماذا سأقصد. نعم أستاذ. الحكومة يعني هناك موقف قد يجسد لنا الإدارة بالأزمة. لما قتل جون غران في السودان ثارت القبائل الجنوبية على الحكومة فتركت الحكومة حتى يفرغ غضبهم إلى 12 ظهرا، فتدخلت الحكومة بعد ذلك وأنهت الأزمة. فالمشاكل التي حدثت كانت يعني متوقعة من قبل الحكومة لكنها تركت من باب الإدارة بالأزمة. بالنسبة الآن ننتقل إلى نقطة أخرى، المشاكل من أين تنبع، من أين تأتي، ما هو مصدرها؟ أول ما تأتي المشاكل من أين مصدرها؟ قلناها في بداية المداخلة، قلناها بصيغة أخرى، المدير هو سبب المشاكل. سأقول لكم كيف. هو ليس هو سبب، لكن إذا لم يكن لديه تكوين سيكون هو سبب المشاكل. في لاحظوا معي، تخطيط، تنظيم، إشراف، متابعة، تقويم، ما معنى هذا؟ وظائف الإدارة. إذن من أين تنبع المشاكل؟ تنبع من وظائف الإدارة. لاحظتم؟ بحثت لكم عن أس المشكل، ومشكل المشاكل هو وظائف الإدارة. لكن متى تكون وظائف الإدارة هي المشكل؟ حينما لا نطبق وظائف الإدارة. مفهوم الكلام؟ حينما يقوم المدير ويدير بشكل عشوائي تكون المشاكل، حينما المدير لا يشتغل بوظائف الإدارة تكون المشاكل، حينما يكون المدير مشتغلا بوظائف الإدارة تحل المشاكل. ببساطة يا أستاذ، 5 وظائف إن أتقنها المدير لا وجود للمشاكل، ستكون مشاكل لكنها طفيفة. حينما دعوا الأقلام سأشرحتم مع ذلك تكتبون، دعوا سأشرح. إذن المشاكل تنبع من وظائف الإدارة إذا لم نحسن تطبيقها. في التخطيط كيف لا نطبق هذه الوظيفة عندما تغيب خطط العمل؟ حينما لا تكون لدي المدير خطط عمل فإنه لا يخطط، إذن وظيفة التخطيط غير مفعلة. ماذا يحدث؟ لا يكون هناك برنامج، وعندما لا يكون برنامج لا تكون رؤية واضحة. الناس لا يعرفون أين سيذهبون، ماذا يفعلون، لماذا هم هنا. وحينما تكون الرؤية ضعيفة الإنسان لا يرى جيدا، هل يستطيع أن يمشي بسرعة؟ لن يمشي بسرعة لأنه لا يرى، يرى فقط أمامه. نحن نريد من الموظفين أن يروا إلى أبعد من أقدامهم حتى يهرلوا معنا في العمل. فعندما تكون الرؤية غير واضحة يكون هناك ضعف في الانتماء. معنى ضعف في الانتماء؟ يقول لك تلك مدرستك، لا يقول هذه مؤسستنا ومشروعنا الحضاري. وإذا كان هناك ضعف في الانتماء هل سيكون الموظف متميزا؟ لن يكون. عرفتم المشكل؟ ماذا نفعل هنا؟ هنا لا نعالج الآثار الأعراض، نعالج سبب المشكل. سبب المشكل هو التخطيط. نقول لهذا الشخص أنت ليس لديك انتماء، يجب أن يكون لديك انتماء. هل سيكون لديه انتماء؟ لا. مثل شخص لا يصلي تقول له عليك أن تصلي، لن يصلي. إذن ماذا يجب أن أفعل؟ أبحث عن سبب عدم صلاته.
عدم صلاته إما أنه غير مقتنع يجب أن أقنعه، وإما أن منسوب الإيمان ضعيف، إذن يجب أن يرتفع إيمانه. إذن سأقول له عليك أن ترفع إيمانك وسيرتفع، أليس كذلك؟ لن يرتفع. إذن يجب أن أبحث عن سبب، عن كيفيات رفع الإيمان، لقاءات تربوية، تحفيظ القرآن، دروس إلى غير ذلك. حينما يرتفع إيمانه سوف يصلي. فهمتم الفكرة؟ نعالج سبب المشكل وليس الأعراض. الآن نمر إلى التنظيم. التنظيم عدم وضع نظام للعمل. حينما لم ندر، تعرفون النظام سيستم، هذه تؤدي إلى هذه وهذه تؤدي إلى، عندما يغيب النظام تصبح هناك عشوائية، هذا يدخل وقت ما شاء والآخر يخرج وقت ما شاء، هذا يضع المراقبة في هذا المكان، الاختبار في هذا المكان، وهذا في هذا المكان، عدم وجود نظام فيؤدي إلى العشوائية. العشوائية تجعل كل يتكلم أو يقوم بعمل الذي يحلو له، وبالتالي حينما تكون عشوائي المدير لن يستطيع المتابعة، وإذا لم يتابع لن يستطيع التقويم، وإذا لم يقوم بالتقويم لن يكون هناك تطور، ويبقى العمل كما هو. حلقات لاحظتم متسلسلة. الإشراف، الإشراف حينما لا يكون إشراف إذن هناك ضعف للحضور من طرف المدير، المدير لا يكون حاضرا، نقول حاضر يعني متواجد ويعرف كل شيء ويلاحظ كل شيء، آنذاك سوف يرى الأساتذة والمعلمون بأن المدير لا وجود له، هو موجود كجسد لكن ككيان وكعلم غير موجود، إذن سيتجاوزونه. وإن تجاوزك المعلمون ستكون نكرة، وإن كنت نكرة لبتهش ولا بتنش، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ويقضى وهم شهود، ويستأذنون وهم شهود. فهمتم العملية؟ الأمر الرابع المتابعة. المدير لا يتابع. لماذا لا يتابع؟ لأن ليست لديه معايير للأداء، ليست لديه معايير، لا يعرف بأن هذا الأمر يجب أن يكون بهذا الشكل، فالمعلم يقوم هذا الأمر بهذا الشكل وآخر يدرس بشكل آخر وهكذا، فماذا سيتابع؟ أنت حسنا، بارك الله فيك، أنت كذلك حسنا، كل شيء عنده حسن، إذن غياب معايير الأداء، وبالتالي لن يحفز أحدا لأن جميع الناس يشتغلون، فبالتالي نسقط في الفردانية كما قال أحدكم البارحة، روح الفريق غير موجودة، ليس هناك تعاون وتكاتف، كل يقول نفسي نفسي لأن لا أحد يعرف الطريق، وكل يبحث عن طريقه لوحده، والمدير الذي يجب أن ينير الطريق لا يعرف الطريق. فحينما تكون الفردانية تكون اللامبالاة. لاحظوا معي، ضعف في الانتماء، عشوائية، تجاوز، لا مبالاة، ماذا سيحصل في المدرسة؟ قربالة، فوضى عارمة. التقويم، حينما لا يقوم المدير بدوره في التقويم سوف يكون هناك غياب للتطوير، لأنه لا يعرف الإشكالات، لن يحلها، لن يطور، لن يطور الأداء، بالتالي سيكون الجمود، ستكون الأمور رتيبة وهادئة. حينما يكون الجمود لن يتحفز الموظفون، الموظفون يحتاجون إلى إشكالات مرة مرة كي تحفزهم، لن يكون هناك حافز، وإذا كان هناك غياب الحافز لن يكون عمل مثمر. إذن أس المشاكل هي وظائف الإدارة. لذلك تحية حارة لهنري فايول، شكرا. فهمتم الفكرة جيدا؟ إذن أحسن المسؤولون عن الرابطة حينما قالوا لكي نعيد
للعملية الإدارية بريقها ولا تحدث المشاكل، سننطلق من أس المشكل ومن الشخص الذي بيده مقاليد تغيير الأمور ألا هو المدير. إذن هنا تم علاج المشكل من أساسه. الآن أنتم دوركم هو أن تشتغلوا على ماذا؟ على وظائف الإدارة، أتقنوها جيدا ستكونون متميزين جدا. الآن دونوا. الذي نعانيه فعلا كمدراء المدارس، مصطلحات الإدارة غائبة عنا تماما، ربما لا يفرق الإنسان بين الأهداف والوسائل التي توصل الأهداف، وربما لا يفرق بين الرؤية والرسالة، وربما حتى ربما لا يدرك معنى الإشراف على ما هو عليه. إذن إذا كان الإنسان لديه خلل في الاصطلاحات فيصعب عليه إدراك الأخطاء التي تأتي منه ويحمل جميع المشاكل التي تحدث في مسأسته إلى غيره من المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، إذن هو المزكى وغيرهم المخطئون. إذن فكيف نحل هذه المشكلة؟ لأن عبارات مصطلحات الإدارة تحتاج نصها معرفة. جزاك الله خير. نعم كلامك صواب، ضروري من معرفة المصطلحات، من الضروري جدا، لكني أظن وأحسب أنكم قد ضبطتم هذه المصطلحات، غيركم لا، غيركم لن يعرفها، يجب أن تعيدوا شرحها له أنتم. حاليا كلكم فهم هذه المصطلحات التي شرحناها سابقا، مفهومة بمية بالمية؟ نعم. إذن إذا فهمت المصطلحات الأمور طبيعية، لكن غيركم صعب، غيركم صعب، لأن يجب أن يفهم المصطلحات ثم يفهم إجراءات تطبيقها، وهذا أمر يحتاج إلى عمل. نعم لقد رفعت مستوى النقاش. نعم، لكن الرؤية والرسالة سندرسها اليوم، سندرسها في التخطيط الاستراتيجي، وكلامك دقيق جدا فعلا، لأن الرؤية والرسالة تدخل هنا، تدخل هنا في التخطيط وتدخل هنا في عدم وضوح الرؤية. ففعلا إن كانت الرؤية والرسالة واضحة عندك وعند الموظفين، جزء كبير من المشاكل يتقلص. فعلا فعلا سوف نشرحها إن شاء الله اليوم. خلاص أنهيتم؟ كيف حالك يا شيخ؟ كلمة معايير ما معناها؟ من يشرحها لنا؟ المعايير هي المقاييس التي تقاس الأشياء وتضبط بها. لقد أنقذتني. لم أكن أعرف كيف أشرحها. موازين يعني. موازين. موازين.
نهيتم؟ قليلا. Thank you.